كم الدخل الشهري للأطباء بالعادة؟ أدري أنه يختلف، طبيب عام، طبيب مقيم، أخصائي، استشاري، عسكري، مدني، أكاديمي، لكن خلنا نأخذها كده ببساطة ونقول كم أقل رقم سمعته وكم أعلى رقم سمعته. سؤالك هذا يخلي الواحد يشمر أصلاً. الدكتور معتز هاشم، صاحب الابتسامة الدائمة، طبيب استشاري في أمراض الجهاز الهضمي، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة جدة. اللي يعرف دكتور معتز يعرف أنه نشيط في التوعية الصحية. سولفنا في 1000 خطوة عن حياة الطبيب داخل وخارج المستشفى، عن دكاترة زمان ودكاترة اليوم. الدكتور معتز شاركنا تجربته بكل ما فيها، استمتعوا. في يوم الطبيب العالمي كتبت تغريدة قلت فيها أنك حاولت الهروب من الطب، حاولت أنك تخرج تماما من هذا المجال، واليوم ندمك الوحيد أنك ندمت أنك فكرت بهذه الطريقة. أتوقع أنه في حياة أي طبيب لازم تكون في مرحلة ندم معينة، كيف كانت هذه المرحلة؟ هرجع لك قبلها. أنا في الابتدائي ما أعرف ليش، بس جريدة البلاد أظن عملوا معاي مقابلة، واحد من الأطفال اللي كانوا بيعملوا معهم مقابلة. حلو. فكان أحد الأسئلة إيش تبغى تصير لما تكبر يا حبيبي؟ فقلت لهم الجواب كان أي شيء غير الطب. هذا وأنا في الابتدائي. فلما جاء في الثانوي زي كده خلاص فكرت صراحة إني حروح وحقدم على الطيران، حقدم على هندسة، فكرت في أرامكو وأروح الشرقية. بعدين كلمني واحد من أصحابي في الفصل، واحد من أعز أصحابي في الفصل، هو كان الأول وأنا كنت الثاني في الفصل. قال لي اسمع معتز، أنا رايح بكرة على جامعة الملك عبد العزيز، أبغى أقدم. يا أخي تعال معايا وشوف أنت إيش الوضع. قلت له شور واي نت، خليني أقدم وهذا. فقدمت، وحتى وأنا بقدم وبأختبر وبسوي الانترفيو وأنا بضحك إنه أوه أكيد ما حكمل الفيلم هذا، لكن الحمد لله كنت يعني من أعلى الناس اللي انقبلوا يعني وقتها. فمشيت في الطريق. ففي ذيك اللحظة يعني فعلا ماني عارف هل أنا أبغى الشيء هذا ولا ما أبغى. حتى بعد ما بدأت سنة أولى سنة ثانية كنت أقول لنفسي أنا لو رسبت أي اختبار أنا لازم أمشي ميل الكلية هذه، لأن حسيت يعني الواحد المشكلة لما يكون في ذا العمر الرؤية ما تكون واضحة. يعني أنت ما تشوف 10-20 سنة قدام، وتحسب انه مثلا اهلك بيقولوا لك كلام بدون ما يعرفوا ايش هي مصلحتك. لكن الحق يقال، وقتها الوالد ابويا كان دائما بيقول لي صدقني انا شايف انك انت حتكون طبيب ناجح وطبيب ممتاز. شوف حتى مع اني دخلت وقتها يمكن ما كان في هذيك الرغبه، وقاعد اقول لو ما نجحت حاسيب الكليه، كان عندي قريب لي سنه ثانيه اسنان كان هو، فكان بيقول لي لا والله الكلية صح صعبة بس كمل. بس رحمة الله عليه توفى بعدها بـ2 شهر، توفى في حادث سيارة. فكانت بالنسبة لي أنا زي الصدمة، أنا داخل كلية أنا يمكن ما أبغاها كثير، الوحيد اللي كنت أعرفه أو يقرب لي هناك رحمة الله عليه توفى، فكان شوية الوضع صراحة ماني عارف. وهنا جات فايدة يمكن الزملاء أو الأصحاب أو الأصدقاء، لقيت ناس بيدفعوك يلا ذاكر معاهم، وعندت معايا أخذتها وقتها إنه أنا بدل ما ذاكر 3 ساعات في اليوم حذاكر 10. سنة أولى ذاكرت كما لم أذاكر من قبل في حياتي والله، والحمد لله عدت وحتى جبت جيد جدا في سنة أولى. وخلص بعد كده قلت الحمد لله. ترى جيد جدا في الطب تعتبر مرة عظيمة، مرة كويسة. أو جيد جدا. أنا وقت ما أنا دخلت الكلية كان 10 سنين قبلي ولا واحد جاب ممتاز. الدفعة حقتنا كان أول واحد دكتور وسام الحجيلي الله يديه العافية جاب ممتاز، أول واحد من 10 سنين، لأنه فعلاً وقتها جيد جداً ده is out of this world. لأنه لما تقول جيد جداً أصلاً حتى الأهل أكثر جيد جداً، وأنت أصلاً متعود على امتياز، متعود على 15 من 15 من السنة. وبعدين فجأة يعني الطب كمان في حاجة، وقتها إحنا ما في تحضيري. سنة أولى كانت فيزياء، كيمستري، أورغانيك كيمستري، كانت أشياء أنا خارج من مدرسة حكومية، أنا من ثانوية الثغر، إحنا ما ندرس إنجليزي. أنا تعلمت أكتب الA وأنا أولى متوسط، رايت؟ سو صح إني اشتغلت على نفسي، والوالد الله يسعد ورسلني كذا مرة في المتوسط والثانوي، فدخلت وأنا عندي إنجليش،
لكنه غير لما تتعلم الأحياء والبيولوجي والهذا باللغة الإنجليش. فكانت نقلة كبيرة، فإنك أصلاً تنجح فيها كان ما هو شيء سهل. فكانت بالنسبة لي الحمد لله أني جاب جيد جداً والأن أتشيفمنت بالنسبة لي. عظيم. أجل وصلنا كذا منطقة تباين، إيش ممكن أفضل شيء يصير في حياة طالب الطب وأسوأ شيء ممكن يصير في حياة طالب الطب؟ هنبدأ مع الأسوأ. الأسوأ كتير. لا لا شوف، أرجع أقول لك هو ما هو سهل. يعني طبعاً. أنت ما أنت داخل حاجة عشان تتمشى فيها. الطب مسؤولية، الطب يعني فيه صعوبات، فيه دراسة يمكن أنت ما أنت متعود عليها، لأنك مهما كنت شاطر في الثانوي أنت بتدرس لك ساعة ساعتين في اليوم. الطب يحتاج منك مجهود وكونسيستنسي، يعني لازم يكون هذا الشيء مستمر. يعني لازم أنا أذاكر، خلاص حذاكر 3-4 ساعات بس كل يوم، فهمني؟ ما في اللي هو لا والله أنا بس حجي ليلة الاختبار وأذاكر 23 ساعة، هذا ما يمشي في الطب. لازم تمشي هذه كلها. فيمكن الصعوبات هنا تكمن، إنه أنت بتسوي شيء جديد أنت عمرك ما أنت متعود عليه. يا أخي أنا ماني متعود إني أذاكر كل يوم. تيجي الصعوبات إنه كل اللي داخلين طب هم أشطر ناس في اللي قبله، فموضوع التنافس هذا أنت ما أنت متعود عليه. أنت متعود إنك يا أبوي أنا الأول الثاني في دفعتي، وفي ناس يعني مستواهم أقل كده. لا، أنت بتتكلم على ناس كتير أغلبهم في نفس المستوى، كان نفس وضعك. إيه؟ كلهم طموحهم عالي، فتبدأ هذه حتة الأنانية. ففي صعوبات كثيرة إنها أشياء جديدة أنت عمرك ما تعرضت لها في حياتك. وبعد كده طبعا حتيجي حتلاقي في ألف مرض. أنا أفتكر وإحنا في ثالثة طب قالوا لنا ترى في رابعة نبغاكم تعرفوا كل الأعراض وكل الأمراض وكل كيف نفحص. فأنت تقعد تقول له إيش هيحفظني هذا كله؟ لكنها براكتس، كلها بالتعود تيجي. يعني هي العيب الوحيد إنه شيء جديد، لكن كل ما تخش فيه وتتعود عليه مرة يصير حلو، يصير حلو، فيصير أحلى شيء في حياة الطالب. أحلى شيء إنك تبدأ تحس إنه والله أنا فاهم إيش بسوي. يعني أنا عارف كيف أسأل الأسئلة للمريض هذا، أنا عارف كيف أخذ التشخيص، أنا عارف أشخص. تبدأ تمشي السنوات الإكلينيكية تحس فيها هذا الشيء أكثر كتير من السنوات النظرية. السنوات النظرية اللي هي المواد خلينا نقول التشريح هذا كله، يعني فيها الصعوبات أكثر من إحساس الحلاوة. بس لما تبدأ تشوف مرضى وتبدأ تشوف الحالات وتبدأ تحس إنه إنك دكتور، إنك دكتور. yes. simply. فهذا شعور مختلف. هذه اللحظة اللي أنا وقتها قلت خلاص حتى لو خبصت في اختبار لازم أكمل صراحة. دكتور معتز، دائما إذا جبنا سيرة موضوع حياة الأطباء دائما كذا في سؤال يجي في بال، سواء واحد يبي يدخل طب أو واحد حتى ما يبي يدخل طب، لكن كم الدخل الشهري للأطباء بالعادة؟ أدري إنه يختلف، طبيب عام، طبيب مقيم، أخصائي، استشاري، عسكري، مدني، أكاديمي، لكن خلنا نأخذها كده ببساطة ونقول كم أقل رقم سمعته وكم أعلى رقم سمعته. سؤالك هذا يخلي الواحد يشمر أصلاً. بيني وبينك ما ينفع بالطبيعة. والله شوف، حتى إيه؟ السؤال يعني الجواب يختلف فعلاً زي ما قلت أنت، يختلف على حسب التخصص حقك إيش هو، يختلف على الخبرات، شهادات هذا الإنسان، فين بيشتغل، بيشتغل في مكان واحد أكثر من مكان. كمثال أديك يعني في فرق بين دخل مثلا طبيب النساء والولادة أو جراح التجميل اللي هي فيها أشياء باليد وفيها عمليات جراحية كثيرة، وبين طبيب الباطنة مثلا. فالأرقام تتفاوت. فأنا أقل رقم سمعته مثلا حيكون تقريبا 25,000، أعلى رقم سمعته في حدود 120-130,000. موضوع الدخل المادي أو الفلوس، الطب حيخليك بإذن الله عايش حياة مستورة، حتسافر مع أهلك، حتنبسط، حتلبس كويس، حتاكل كويس، لكن ما حتكون أنت صاحب المستشفى، ما حتبني مستشفى. فإذا أنت بمعنى يعني ما حيجيب لك المئات الملايين. فإذا أنت هذا هو التصور أو هذا هو الطموح، فالواحد دائما يفكر في البزنس ويفكر في هذه الأشياء. الطب يخليك عايش حياة كريمة إن شاء الله بإذن الله، لكنه يعني
ما حكى لك ملياردير يعني. الله يبارك لكم. طبعا السؤال هذا لانه دوافع الناس يختلف يعني، في شباب وبنات فعلا دافعه الرئيس انه يدخل الطب واحده من ابرز دوافعه انه الدخل المادي، فصدق هي تسوى ولا حتى الدخل المادي مقابل الجهد ما هو بذاك الا يجب الا يكون هذا هو والله الطريقة التفكير. فأنا حتى لما يسألوني طلاب الثانوية ولا طلاب اللي دوبهم داخلين طب إنه إحنا نبغى نخش عشان الدخل المادي، أقول لهم إنه الدخل المادي هذا نتاج أو نتاج المجهود أو المحصلة النهائية للي أنت بتسويه. فإذا أنت ما أنت داخل عشان أنت تحب هذا التخصص أو عشان تؤدي رسالته وهمك الوحيد الدخل المادي، أرجوك أبحث عن تخصص آخر، الطب لا يناسبك والله. عظيم أجل، الطب ما يناسبك. مين الشخص المناسب للطب؟ لأنه اليوم صار أي دافور سواء في السعودية في الوطن العربي واحدة من خياراته الطب إذا ما كان أول خيار، فمين الشخص المناسب أنه يدخل الطب؟ ما هو سهل السؤال، صعب، لكن يمكن أهم ميزة هي الاستمرارية والإحنا البرسيفيرنس، بمعنى أنه أنا إصرار عندي، أنا إنسان حتى لو لم أوفق في حاجة أو حسيت بالفشل لازم أحاول أكثر. أنا إنسان كنت أجيب درجات جدا عالية، أكيد حتيجي لحظة أجيب أقل، ما أنصدم، لازم يكون عندي هذه القدرة إني أكمل أكثر، هذا يمكن أهم شيء والله. شارلوك هذا محقق وحصل جريمة قتل في مكتبه، وهو بدأ بالفعل تحقيق في هذه القضية ووصل لكل الأدلة الكافية اللي من خلالها يقدر يكشف هوية القاتل. اللغز عن جريمة قتل حصلت وإحنا نحاول نكتشف القاتل، وبدون ما دكتور معتز يعرف جوة الغرفة اثنين من طلابه عبد الملك ومروان جايين يساعدونا في حل القضية. فكرة الغرفة السرية أنه تجمع أصحابك أو عائلتك وتستعدوا لتجربة جديدة، تختاروا واحدة من القضايا المختلفة، تنحبسوا جوة الغرفة وتحاولوا تحلوا القضية خلال 60 دقيقة. تقدر تحجز موعد عن طريق الموقع الإلكتروني والأصدقاء 1000 خطوة، كود خصم 25% طوال شهر رمضان. والله وسواها دكتور معتز وفريقه وحلينا القضية. أتذكر دكتور عمر اليماني هو طبيب مبتعد في عارف عمر كويس، فكان يقول إنه ممكن مستواي لما كنت طالب نفس مستوى الطلاب الموجود حاليا، لكن الفرق بينه وبينهم هو إنه أنا أفضل بقد ما إنه كانت في فرصة وأنا رحت لها. فغالبا مستويات الأطباء اليوم قد تكون متقاربة كثير مع مستويات الأطباء حقون زمان، بس الفرق إنه الفرص قلت. عبد الله أنا أعرف طلاب متميزين جدا وما هم ملاقين فرص. الوضع أصعب في القبول، الوضع أصعب في تخصصات كثيرة وتعمل أبحاث. إحنا كنا نوصل لغاية الفيلوشيب لغاية الزمالة والواحد لسه ما يعرف يعمل أبحاث. الآن تغير الوضع، أنت مطلوب منك كطالب طب تعرف إيش يعني first author وكيف تكتب paper وكيف criticize it. فالوضع يعني بشكل عام أكيد في صعوبات أكثر في بعض النواحي. طبعا لا يزعلوا مني بس جيلي وجيلي قبله، يعني احنا كمان برضو كان عندنا خلينا نقول المناوبات كانت اطول. الزمان اللي قبلنا كان اسمها residency for a reason، يعني كان اسمك طبيب مقيم لانك تقيم في المستشفى. فدائما في ميزات كانت موجوده، كما ان هنالك عيوب كانت موجوده، لكنه صراحه يعني الله يوفقهم ويعينهم الجيل هذا والله يا رب. انا سالت مجموعه من طلابك اللي موجودين من جيلنا فللامانه يعني مستغرب من مدى حبهم لك وقديش فعلا قاعد يمدحوا اسلوب تدريسك وقديش انه توقف عند الباب قبل لا تخرج انه ها يا جماعه احد مو فاهم ارجع عيد مره ثانيه، واقولها بصدق لانه حتى لو كان العكس كنت راح اقول لك العكس. واحد ان شاء الله ما تقول لي العكس. واحد من الطلاب ارسل لي فويس نوت طويل كان يتكلم انه فعلا مبسوط من مدى سهوله التعامل معك وكسر الحواجز و قال لكن، وقال كذا جمله كذا كذا وخلاص. ايش تتوقع لكن هذه؟ صعب السؤال. صعب السؤال؟ أيوه. كانت لكن هذه إنه الأسئلة شوية صعبة. مستحيل. أنا استغربت لأنه حتى كنت قاعد أقارنها إنك أنت دائماً من متبنين المدرسة. أنا صاحب أسهل أسئلة. وتدعو الاستشاريين إنه وتدعو دائماً الاستشاريين إنه خفف أسئلتهم. كيف ممكن تقيس أصلاً مستوى صعوبة أسئلتك كدكتور؟ شوف. أنا والله أنا أتوقع أنه أنا صاحب أسهل أسئلة بين كل اللي عندي في الجروب، لكن هو الأمانة شخص واحد من الخمسة أشخاص اللي أحددها أنا. ويمكن ما هو صح هذا الشيء، بس أنا إذا قلته يعني أنا أشرحه بكل الضمير اللي عندي، فإذا أنا شرحته هجيبه،
لا يتوقع مني عادة إني أجيب شيء يمكن منشرح يمكن سويتها مرة واحدة الحق يقال وندمت عليها، بس دائما أحاول. أنا عندي مهم جدا، إحنا المشكلة وحتى أنت أنا كتبتها في تويتر يمكن هي هذه اللي أنت بتقول عليها، إني أطلب من الزملاء الاستشاريين إنه يراعوا السؤال بيتحط لمين على مستوى الطالب. أنت لما تكون درست ريزيدنسي ودرست زمالة ودرست دقيق وتخصص وتخصص توصل لأدق التفاصيل فيه، يمكن تبدأ تنسى هل هذا الطالب المفروض يعرفه ولا الريزيدنت اللي يعرفه ولا الفيلو اللي يعرفه. أنت تنسى أنت في أي مرحلة أنت عرفته، بس تعرف أنك عارفه الآن. أنت تحاول دائما أنه ترى أنا إيش أبغى من هذا الطالب. أنا طالب الطب أبغى منه البيسكس، غير لما يجيني واحد متخصص عندي في الجهاز الهضمي في الزمالة، أنا ما أبغى منك البيسكس، أنا أبغى بكرة لما أنت تفتح عيادة تكون عارف بالضبط أنه لو جاك هذا المريض بهذه الأعراض حقة الجهاز الهضمي وكان التحليل بهذه الطريقة وديته الدواء بهذه الأعراض الجانبية. ما حسأل طالب طب عن الأعراض الجانبية أظن للدواء أنا شخصيا، فهمني، إلا في حالات نادرة لو كان أنا ديته هي في المحاضرة أو لو هي مشهورة أو معروفة. لكن يهمني يعرف كيف يكون طبيب آمن، a safe physician. فوالله أنا أظن أسئلتي سهلة صراحة الحقيقة. إيش رأيك في طلاب الطب اللي من أول سنة يدخل فيها الطب يحط على طول الدكتور أو يحط اليوزر نيم حقه في كل مكان؟ تعرف إني كنت أكره إنه أحد يقول لي دكتور، لأني ما كنت أبغى أخش طب أصلاً. بس يعني هذا 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 ما هو شيء جيد الحق يقال، لأنك أنت بتقلل من مصداقيتك. لأنك أنت شوف، إحنا حتى الواحد إحنا كلنا لما الواحد يكون سنة أولى ولا تانية طب بيجوا له أهله كلهم يسألوه إيش التشخيص وكيف أعالج وكنا بنفتي والمفروض ما نفتي. لكن لما أكون فعلا أنا مفهم اللي حواليني إنه أنا طبيب، ترى أنا بأخذ مسؤولية حياة ناس. يعني هذا يعني أنا ما بفتي في شيء سخيف. إحنا ليه بنزعل من مسجات الواتسابات وبنزعل من هذه الأشياء؟ هذه حياة بشر، هذا إنسان فعلا ممكن يتضرر. أنا ماني قاعد أتكلم على نتيجة مباراة كورة، أنا بتكلم على شيء ممكن يدخل ناس مستشفى وممكن يؤثر على قلب وعلى كبد وعلى أعضاء. فأنت ما ينفع أنك أنت تتخذ هذه الشخصية أو تتلبسها وأنت لست كذلك. يعني ما ينفع أنك تكون دارس بايوكيمستري بس ودارس فيسيولوجي حق سنة تانية الأشياء وبعدين تجاوب أسئلة جراحة وباطنة حق السنة السادسة نفس الطريقة. دكتور معتز، أنت طبيب وزوجتك طبيبة أسنان، لو بكرة جاك هاشم وقال لك والله يا بابا أنا أبغى أصير دكتور بس محتار الدكتور أسنان ولا دكتور أنت بتورطني إيش راح تقول له؟ أنا حقول له شيء وأمه حتقول له شيء أكيد. إيش الشيء اللي أنت حتقول له يا والله شوف، الطب البشري وطب الأسنان الاثنين رائعين والاثنين تماماً. ايوه، وانت طبيب أسنان وانت عارف يعني طب الأسنان صعب، ترى ما هو بالسهولة اللي الناس يعني تفكروا. طب الأسنان يمكن حتى في اشياء اصعب من عندنا من ناحية الاعتماد على النفس والبراكتس. انت سنة رابعة وقيدك بتعالج مرضى اوريدي بدأت فيهم. يمكن نصيحتي له اكثر حتكون الطب البشري لسببين. واحد، انه كطبيب بشري انت لسه مفتوحه قدامك الاختيارات، تختار جراحه، تختار باطنه، تختار نساء ولاده، فلسه في كذا حاجه. وبعدين الفرص الوظيفيه الان لسبب لا اعلم والحق يقال يمكن اكثر في البشري منه الاسنان. اذا تحسن وضع الفرص الوظيفيه مستقبلا الاسنان، طب الاسنان من الاشياء ليترالي القريبه الى قلبي، يعني زوجتي ما يحتاج. دكتور معتز يعطيك الصحة والعافية، كانت ألف خطوة رهيبة معك. والله يرضى عليك. سيريسلي الله يخليك ونحب والله نكون جزء من ذكرياتك دكتور. والله جزء جميل. الله يسلمك يا رب. وعجوة هذا الظرف في واحد كمان يشبهك. لازم الصلاة. كان ممكن تسوي أحسن من كذا بالصلاة. الله يسلمك. لو أنت اخترت أنك تكون طبيب أو معلم أو محامي، فأنت قاعد تختار طريقة حياتك. صح أنه عملك مو كل حياتك، لكنه ياخذ ثلث يومك ويؤثر على ثلثين الباقية. الدكتور معتز قال أفكار رهيبة أكثر ما لحقنا نعرضها في هذا اللقاء، واللقطات اللي ما انعرضت راح أشارككم إياها بحساباتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شكراً للأصدقاء اللي مشوا معانا ألف خطوة وشاركونا خطواتهم على هاشتاغ ألف خطوة بتويتر وإنستغرام. بس يا أخوان نبغى تفاعل أكثر،
اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان الحلقة الجاية ما راح تكون بسيطة. رحلة الألف خطوة تبدأ بخطوة.